ينطلق الآن سيداتي وسادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام كأس الوكرة الخيل العربية الأصيلة الإنتاج المحلي مسافة الميل 1600 متر المسافة الكلاسيكية. الصدارة والمركز الأول المركز الأول ينتقل الآن إلى الجواد قيدوم لمبارك سعيد النعيمي على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني لدينا خلفه لناصر صالح اليافعي على ثاني المراكز. ميزان في المركز أو فعلا ميزان في المركز الثالث للشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني. المركز الرابع لدينا الجواد اللي هو فولاذ أو خباب على رابع المراكز. المركز الخامس ضاوي لأبناء جاسم الغزالي. خلفه تماما لدينا الجواد اللي هو مخباط لأسادة مربط الطارق. نعود للصدارة ونعود للمراكز الأولى. لا تزال الصدارة مع الجواد اللي هو قيدوم لمبارك سعيد النعيمي في المركز الأول. خلفه محاولة قوية من الجهة اليسرى الآن لكن المركز الثاني مع الجواد الميزان لعبد الله بن مشعل بن حمد الثاني. التحركات من الجهة الخارجية للجواد ضاوي. المحاولة القوية أيضا من قبل الجواد خباب. التنافس الآن على المركز السادس والسابع مع الجواد طامح والجواد مخباط. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية والمنافسات تشتد على 400 متر النهائية. فولاد في وضع جميل في وضع اليد. التحركات مع الجواد الميزان الآن نحو المركز الأول. ضاوي قادم وأيضا لدينا الجواد طامح. الصدارة تنتقل إلى الميزان الآن. الميزان على المركز الأول ومخباط يتقدم. مخباط الآن لكن الميزان على المركز الأول. ضاوي في محاولة قوية. الصدارة مع الميزان وضاوي قادم. الميزان وضاوي. الميزان الآن على المركز الأول فعلا. الميزان للشيخ عبد الله بن مشعل الحمد آل ثاني. ضاوي يحاول لكن الصدارة مع الجواد الميزان للشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد آل ثاني. فعلا منافسات قوية. إذا نتيجة النهائية متابعين الأعزاء مشاهدينا الكرام المركز الأول الميزان للشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد آل ثاني. المركز الثاني ضاوي لأبناء جاسم الغزالي. المركز الثالث زاهي لأستاذ مربط إنجاز. المركز الرابع طامح لسعيد إبراهيم المالكي. المركز الخامس خباب للسادة أم قرن. ألف مبروك. الشيخ محمد بن فالح الثاني والسيد محمد سالم عبد الله لتسليم الجوائز للفائزين. الخيال هاري بنتلي تهانينا والف مبروك كأس الوكرة. هاري بنتلي مع مع الجواد اللي هو الميزان. المدرب السيد جاسم الغزالي الف مبروك. الف مبروك للسيد جاسم الغزالي. المالك الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني بالنيابة عنها السيد خليفة الكواري. الف مبروك. الصورة التذكارية للفريق الفائز. تهانينا والف مبروك للميزان المالك الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني المدرب جاسم الغزالي الخيال هاري بنتلي. الف مبروك. اذا متابعينا الاعزاء مشاهدينا الكرام كما شاهدنا امسية جميلة للخيل العربية الاصيلة والخيل المهجن الاصيلة ختمناها بفوز الجواد الميزان.